هو انا هفضل لحد امتى كده؟ هفضل لحد امتى ما بجيبش مشاهدات؟ انا عملت كل حاجه وبتعب في المحتوى ما بجيبش مشاهدات. يا عم ست نصايح ايه دول اللي هيجيبوا مشاهدات؟ كان قالهم لنفسه. هجرب بقى وخلاص. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر منتكي. كتير من الناس بيحاولوا يجيبوا مشاهدات على اليوتيوب ويقول لك انا مش عارف اجيب مشاهدات، انا بتعب في المحتوى ما بجيبش مشاهدات، انا بعمل وبعمل وبعمل ومحدش بيبص على المحتوى بتاعي. النهارده هديك الخلاصه والست نصايح اللي ان شاء الله هيخليك تجيب مشاهدات. اختصارا للوقت خلينا نبدا على طول. اول حاجه واول نصيحه هي انك تعمل محتوى عام. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الموضوع ده وهو انك لازم تعمل محتوى عام. يعني ايه المحتوى العام؟ المحتوى العام هو المحتوى اللي بيهم فئات كتيره من الناس، يعني مش فئه واحده بس. يعني مثلا لو انا بشرح ربح من الانترنت، فالمصر كلها او الوطن العربي كله بيبحث عن الربح من الانترنت، ناس كتير بتدور على الشغل على النت. لو انا بتكلم عن موبايلات، فمصر كلها او الوطن العربي كله بيتابع اخبار الموبايلات، لان الناس كلها بتحب تجيب موبايلات جديده مش عارف ايه، فناس كتير قوي بتتابع الموبايلات. اما لو انا بتكلم عن التصوير بس، فمش كل الناس بتتابع التصوير، تمام؟ فانت حاول تعمل محتوى عام. حتى لو عندك انت بتحب التصوير او محتوى في التصوير، حاول تعمل محتوى في التصوير يكون برضو عام، بحيث الناس اللي بتصور بموبايلها تستفيد برضو من القناه بتاعتك. فهمتني؟ وصلت؟ أزور. فبالتالي انت لما بتعمل محتوى عام، ناس كتير بتبص على الفيديو، معظم الناس معظم الفئات بتبص على الفيديو بتاعك، فبالتالي الفيديو بتاعك بيجيب مشاهدات وبيجيب مشتركين. لكن احنا اتكلمنا في جزء المحتوى العام ده في المشتركين في الحلقه اللي فاتت، ولكن المره دي انا بقول لك ان المحتوى العام ده كمان وكمان بيجيب مشاهدات. ووريتك المقارنه بين فيديو بتاع ماتريكس 219 الخاص بالتصوير، انه دي حاجه خاصه في مجال خاص، وفيديو ماتريكس 219 الخاص بالمحتوى العام، حاجه عامه الناس كلها بتدور عليها، والخاص بيه اللي هو تقريبا كان بتاع اظهار شاشه الموبايل على التلفزيون. كان الموضوع بسيط جدا وجاب 1,000,000 مشاهده، وده غير بتاع التصوير جاب 8,000 مشاهده، يعني فرق شاسع. فانت لازم تكتر من المحتوى العام. لو انت عاوز تجيب تارجت معين من المشاهدات يوميا او شهريا، لازم تكتر من المحتوى العام. ودي هي برضو النقطة التانية، الاستمرارية في المحتوى العام والمحتوى اللي مش عام برضو. ما انت مش كل من يعني انا مثلا واحد، انا كقناتي ما بعرفش اعمل محتوى عام، فبالتالي او يعني يعتبر بحاول اعمل محتوى عام، فبالتالي انا المحتوى العام مش سهل، انك مش سهل كل مرة او كل فيديو هتعمله هيبقى فيديو صحيح، محتوى عام صحيح. لا، مش سهل الموضوع انك تعمل فيديوهات كتير قوي محتوى عام، ده مش سهل. محتاجه مثلا لو عملت فيديو محتوى عام محتاج تقعد اسبوع عشان تعرف تعمل فيديو تاني يكون بنفس جوده الفيديو اللي فات اللي جاب مشاهدات معاك. ففكره المحتوى العام مش سهله، انك تعمل محتوى عام كتير ده مش سهل. فعشان كده ما بقولكش كل فيديوهاتك تبقى محتوى عام، لا، انت لازم يكون عندك استمراريه عشان توصل لتارجت معين. التارجت اللي في دماغك عايز تجيب 1,000,000 مشاهده في الشهر، عايز تجيب 100,000 500,000، لازم يكون عندك تارجت معين في المشاهدات عشان تقدر توصل لها، لازم يكون عندك استمراريه. يعني مثلا عايز تجيب 100,000 مشاهده تعمل فيديوهين في الاسبوع، عايز تجيب 500,000 مشاهده تعمل 4 فيديوهات في الاسبوع، عايز تجيب 1,000,000 مشاهده في الشهر تعمل 7 فيديوهات في الاسبوع او كل يوم فيديو. فدي مثلا يعني تقسيمه مثلا انت ممكن تستخدمها اي حاجه، فلكل حاجه ليها تقسيمه معينه. فاتمنى انك تاخد بالاعتبار قوي بالنقطه دي، وانك تعمل استمراريه، يكون عندك استمراريه في فيديوهات، لازم كل يوم فيديو، كل يومين فيديو، لازم يكون عندك استمراريه، لازم تعرف الناس مواعيد فيديوهاتك. كل الحاجات دي ضروريه جدا عشان تقدر تجيب مشاهدات، لازم تعرف الناس مواعيد الفيديوهات بتاعتك، تمام؟ خد بالك قوي من النقطه دي. ونخش على النصيحه اللي بعد كده، الفيديوهات المقترحه. طيب دي عايزه شرح شويه، ولكن احاول اختصرها لك بسرعه. موضوع الفيديوهات المقترحه وازاي تبقى في الفيديوهات المقترحه دي بسيطه جدا، هو انك بتستهدف فيديو حد تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا انا النهارده بتكلم عن ازاي تجيب مشاهدات. في واحد جايب 1,000,000 مشاهده، قناته اسمها سين، الفيديو ده بتاعه اسمه او عنوان الفيديو بتاعه كيفيه الحصول على مشاهدات. قمت انا عامل فيديو بنفس مضمون العنوان ويمكن بنفس الشكل، يعني مثلا هو عامل كيفيه الحصول على مشاهدات، انا كتبت الحصول على مشاهدات على اليوتيوب، تمام؟ فانا برضو كتبت حته كده من العنوان بتاعه مستهدفه فيها، وفي الكلمات المفتاحيه والوصف تستهدفه برضو، وتكتب الفيديو بتاعه وكلماته المفتاحيه في الكلمات المفتاحيه بتاعتك، يعني الكلمات اللي هو بيستخدمها انت كمان تستخدمها وتزود عليها كلمات من عندك واستهداف من عندك انت. فانت تعمل ميكس بين الفيديو بتاعه والفيديو بتاعك، فبالتالي الفيديو بتاعك هيظهر عنده في الفيديوهات المقترحه على الفيديو بتاعه اللي هو بيجيب مشاهدات. فهمتني؟ وصلت؟ ما وصلتش. فيعني حاول افهمها لك تاني، فانت بس بتستهدف بفيديو بتاعك الفيديو بتاعه،
بتستهدف بالفيديو بتاعك الفيديو بتاعه، فبالتالي الفيديو بتاعه بيظهر الفيديو بتاعك في الفيديوهات المقترحة اللي بتظهر جنب الفيديو بتاعه. بس يعني الموضوع مش بالصعوبة، تمام؟ وازاي تستهدف؟ انك هتحط حتة من العنوان بتاعه عندك، والوصف هتستهدف برضو العنوان بتاعه، فتحط كلمات منه عندك في الوصف، ونفس الكلام في كلماته في التحيات، تحط كلماته في التحية اللي هو حاططها وتزود عليها من عندك، وتحط العنوان بتاعه كاملا كده في كلماته في التحية، تمام؟ فكده انت استهدفت الفيديو بتاعه في الفيديو بتاعك بس، وكده الفيديو بتاعك هيظهر في الفيديوهات المقترحة. بسيطة، ويعني يعتبر النقطة الثالثة دي من أكتر النقط اللي أنا بجيب بيها مشاهدات. فيعني النقطة الثالثة دي اللي هي الفيديوهات المقترحة دي أكتر نقطة أنا ممكن أحصل عليها بمشاهدات من جميع النواحي، لأن الفيديوهات المقترحة دي أكتر حاجة في قناتي في الإحصائيات بتجيب لي مشاهدات، فأنت حاول إنك دايما تستخدمها. رقم 4، الترند. مستحيل نعمل حلقة عن المشاهدات وما نتكلمش فيها عن الترند. اتكلمنا في 50 حلقة قبل كده عن إزاي تستهدف الترند، انا ممكن اسيب لك حلقتين تتفرج عليهم انا بشرح فيهم ازاي تستخدم الترند وازاي تقدر تتعامل مع الترند وازاي تقدر تجيب مشاهدات عن طريق الترند، فاتفرج عليهم مفصلين اكتر عن موضوع الترند بدل ما احنا نطول الفيديو على الفاضي. يعني رقم 5، تابع احصائياتك دايما. يعني ايه؟ ويعني ايه لازمه النقطه دي؟ النقطه دي مهمه جدا، هي النقطه السادسه، انك لازم تتابع احصائياتك دايما. لازم كل شوية تبص على احصائياتك، خش على اليوتيوب ستوديو بتاع الديسكتوب، لانه بيوضح لك حاجات مهمة جدا. بيوضح لك الكلمات المفتاحية اللي جايبة معاك مشاهدات، الكلمات المفتاحية اللي انت تصدرتها، الكلمات المفتاحية اللي بتجيب لك مشاهدات. بص، حاول تتابع احصائياتك دي باقصى درجه ممكنه، وتديها الاهميه المهمه جدا جدا جدا. موضوع الاحصائيات ده يعني تديله ساعتين كده في اليوم، تبص على احصائياتك ساعتين كاملين، تقعد تبص على احصائيات القناه كده، في اليوم ده عملت ايه، واليوم ده عملت ايه، المشاهدات هنا عامله ايه، 48 ساعه، لا اليوم كذا، لا في الساعه كذا، تبص تشوف اخر 48 ساعه، تشوف الوقت اللي فيه الفيديوهات عندك السهم فيها فوق او الخطوط عاليه فيها، فبالتالي الفيديو ده او الوقت ده هو الوقت اللي الناس كتير بتبقى موجوده فيه على القناه بتاعتك، فبالتالي تنزل فيديوهات الوقت ده. لازم تبص على الحاجات دي كلها عشان تقدر بعد كده اتفهمك حاجات كتير قوي موضوع الاحصائيات ده، وهتعرفك الكلمات المفتاحيه اللي انت تعمل عليها فيديوهات بعد كده تانية وتستهدفها، وتوريك الفيديوهات اللي فرقعت معاك والفيديوهات دي ليه فرقعت معاك، عشان تستخدم الكلمات المفتاحيه اللي فرقعت معاك تاني في فيديوهات تانية، وتقدر انك تجيب مشاهدات تاني، تمام؟ فانت حاول تتابع احصائياتك دايما بعنايه، لان دي سر من الاسرار اللي هتخليك تقدر تجيب مشاهدات عاليه جدا. معلش، دي حاجه نسيت اقولها في الفيديو، انت ممكن تنزل اضافات زي فيدكيو او اضافات شبهه تساعدك في انك تقدر تتحكم في الفيديو بشكل اكبر، وتعرف احصائياتك بشكل اكتر لو انت مش حابب تشوف احصائياتك بشكل مفصل على اليوتيوب، لان في ناس بتستصعب الموضوع. ففيدكيو او حاجات شبهه بتقدر انك تسهل لك الموضوع ده جدا، فانا اسف جدا نسيت اذكرها في الفيديو. اخر حاجه والنقطه السادسه، وهي طبعا اهم نقطه واهم حاجه انا ما اتكلمتش عنها في الاول، لان كنت اتكلمت عليها في 100 حاجه قبل كده وكلنا عارفينها، حاجه بديهيه جدا، اهتم بالعنوان والصوره المصغره. العنوان والصوره المصغره، ما قلتلكش ولا وصف ولا كلمات مفتاحيه، لان اليوتيوب حاليا يعتبر مش هقولك ما بيعترفش بالوصف وكلمات مفتاحيه كاستهداف، ولكن هما بيعترف بيهم ولكن ما عادوش زي الاول، دي حاجه انا ملاحظها يعني. فانت حاول تهتم بالعنوان وبالصوره المصغره. الصوره المصغره اكتر حاجه انت المفروض تهتم بيها اصلا، انا افشل واحد ممكن يهتم بالصوره المصغره الحقيقه، ولكن الصوره المصغره انت حاول تكون يعني كويس في انك تقدر تشد الناس عن طريق الصوره المصغره اكتر كمان من العنوان، لان العنوان ساعات بيبقى انك تشد الناس عن العنوان الناس بتعتبرها كذب، او الناس بتعتبرها خداع، حاجه زي كده ممكن يعمل لك ريبورتات، فانت حاول تشد الناس بطريقه صح، تمام؟ مش هقعد ادخل لك في تفاصيل، ولكن دي عايزه مهاره معينه منك انت، فسوري، لازم انت اللي تستخدم دي بنفسك، لازم يكون عندك ستايل خاص بيك انت في موضوع العنوان والصوره المصغره، فانت لازم تحط لمستك انت، تمام؟ عايز تتفرج على فيديوهات بقى ازاي تعمل عنوان كويس، ازاي تعمل صوره مصغره كويسه، ولكن الموضوع ده برده في الاخر محتاج لمستك انت، فانت لازم تضيف لمستك، مفيش حل غير كده. بس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده. شفتوا انتوا لما حمستوني في الفيديو اللي فات ووصلت الفيديو ل 200 لايك في اقل من يوم، وصل في 7 ساعات بس 200 لايك، فنشوف الفيديو ده يوصل لكام لايك. فالتارجت بتاعنا النهارده هو 250 لايك. هل نعرف نوصل الفيديو ده 250 لايك في اقل من يوم؟ مش عارف، بس اظن نقدر. وصلنا الفيديو اللي فات ل 200 لايك في 7 ساعات، فنوصل الفيديو ده ان شاء الله ل 250 لايك عشان ننزل لكم الحلقه اللي جايه. وزي العاده لو وصلت الفيديو ده 250 لايك هنزل الحلقه الجايه، اول ما الفيديو هيوصل 250 لايك هبدا اجهز في الحلقه.
وبس كده. شكرا عشان شفت الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو ده برضو تعمل له لايك، اعمل شير للفيديو ده عشان يوصل ل 250 لايك عشان انزل لكم الحلقه الجديده، وكمان يوصل لناس تانية بحيث الناس تستفيد ويعرفوا ازاي يجيبوا مشاهدات. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. سلام.